وحضرات السادة المشاهدين، نعود مجددا لاجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي والذي عقد بالقاهرة منذ قليل، وتنضم إلينا من هناك مراسلة أكسترا نيوز الزميلة سارية ياسين. سارية، أهلا بك واطلعينا على ما لديك من جديد. نعم حسام، شكرا جزيلا. بالفعل اختتمت منذ قليل اجتماعات عدد من النواب الليبيين، حوالي 80 نائب ليبي، ربما اقل من هذا العدد برقم بسيط، 75 تقريبا نائب ليبي تواجد هنا في القاهره منذ 3 ايام او على مدار 3 ايام لاستمرار هذه الاجتماعات التي تهدف لحل الازمه الموجوده في ليبيا والوصول الى اتفاق سياسي موحد ما بين، او حل سياسي شامل بين النواب الذين جاءوا من عدد مختلف من التيارات السياسية الموجودة في ليبيا، من أفكار مختلفة وتيارات مختلفة. منذ قليل استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي كان في نهاية هذه الاجتماعات، والذي أعلن عنه المتحدث باسم مجلس النواب الليبي السيد أو النائب عبد الله بليحق، وتحدث عن عدد من النقاط الهامة، والتي ذكر أن أهم هذه النقاط هو أن حل الأزمة الليبية سيكون من خلال مجلس النواب الليبي، مجلس أو برلمان طبرق، وهو البرلمان الوحيد الشرعي أو الكيان الوحيد الشرعي في الجمهورية الليبية، وهو الكيان الوحيد المنتخب من كافة أو من مختلف المدن الليبية ومن كافة أيضا الشعب الليبي. تحدث أيضا عن التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كافة أراضيها، وأن هذا وهذه النقطة تحديدا هي خط أحمر لا يتنازل عن كافة النواب الذين اجتمعوا اليوم. وهو بذلك تحدث أيضا عن التدخلات الخارجية التي رأيناها في الفترة الماضية داخل ليبيا فيما يخص تركيا والتدخلات القطرية في دعم الميليشيات العسكرية والجماعات أيضا الإرهابية. تحدث أيضا على التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالمسار الديمقراطي ليبيا، وأيضا تحدث عن العمل الجماعي أو التزام مجددا لهؤلاء النواب الذين لم يحضروا. بالطبع هناك 188 نائب في البرلمان الليبي، العدد الذي حضر اليوم هو أقل ربما من والذي كان حاضر في هذه الاجتماعات هو أقل من النصف، لذلك يستلزم وجود باقي النواب لعمل اتفاق طبعا موسع والوصول إلى حل شامل وحل سياسي شامل في ليبيا لحل الأزمة. أيضا تحدث عن استكمال النقاشات والعودة للحوار السياسي والالتزام بعودة الحوار بين النواب للوصول لحل الأزمة. في نهاية الحديث كان طبعا السيد عبد الله والنائب عبد الله بليحق كان تحدث عن طبعا أهمية مصر في حل الأزمة الليبية، خاصة اللجنة الوطنية المعنية بليبيا والتي عملت في عدد من الجولات أو على مدار عدد من الجولات، التي لم تكن فقط مع البرلمان الليبي وإنما كانت أيضا مع زعماء القبائل مع عدد من التيارات في ليبيا للوصول إلى حل للأزمة والتخلص حتى من خطر الإرهاب والميليشيات المسلحة في ليبيا. تحدث أيضا عن نقطة هامة وهي تواصل العمل، وهي نقطة مهمة جدا، تواصل العمل، أنه العمل لن ينتهي اليوم في هذه الاجتماعات وإنما سيكون هناك تواصل للعمل في البرلمان، سيكون هذا العمل خارجيا وداخليا، سيكون هناك التزام بالحوار، سيكون هذا العمل مستمر حتى تشكيل ربما مجلس وحدة وطنية وحكومة وحدة وطنية، ويتبع ذلك طبعا انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. وتحدث عن أن الجميع كان يتفق، وهي نقطة أهم جدا، أن الجميع اتفق على أهمية الوقوف ضد الجماعات المسلحة واستمرار العمليات المسلحة في أو العمليات العسكرية في ليبيا لوقف طبعا أخطار أو خطر الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة. يعني حسام، في نهاية هذا الاجتماع يبدو أن هناك عدد كبير من النقاط
تم الاتفاق عليها. هناك نقاط لازال لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن السيد أو النائب عبد الله بلحق أكد أن الالتزام بالحوار أو أن عملية الحوار لازالت مستمرة، أن هذا الاجتماع هو لن يكون الأخير وإنما هو خطوة أولى للحل. لذلك نحن ننتظر مزيد من الاجتماعات برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، وأيضا بعمل واجتهاد أكبر من قبل النواب الموجودون في البرلمان الليبي. زميلة سارية ياسين أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة ومقر اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي في زيارتهم إلى جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لك.